سلام، جبت لكم غلاس ساهل بزاف ولذيذ، مكونات بسيطة وكيعطي بزاف. احسن غلاس للصيف وغادي تحماقوا عليه، يعني راه ساهل وكيجي لذيذ بزاف. غادي نحتاجوا الخلاط الكهربائي او لا العجانة، كما كتشوفوا انا استعملت العجانة. مهم، غادي نحتاجوا 3 ديال المكونات، يوما كريم شونتي، دانيت، وفلون ديال الكراميل. المكون الرابع اللي هو السترو ديال الحليب، هو اللي غادي نخويه في الخلاط ديالنا. هو الاول غادي نخويه سترو الحليب كامل. وغادي نخوي فيه المكونات بثلاثة، غنخوي فيه دانيت، الكريم شونتي غنخويها هي كاملة، وفلون ديال الكراميل تا هو غنخويه. وبالنسبة لهاد المكونات بربعة، الحليب ودانيت والكريم شونتي وفلون ديال الكراميل، كان في الأول قبل كاع ما نستعملوهم خاصهم يدخلوا الكونجيلاتور يبردوا مزيان. صافي، من بعد كنخدموا الطراب ديالنا وكنخليوه يخلط المكونات مزيان حتى يتضاعف الحجم ديال الخليط ديالنا. هو كما كتشوفوا بدا كيزداد الحجم ديالو. ومن بعد كنحتاج الاناء ديال الاينوكس، كندهنوه بالزيت مزيان. وكنلصقوا فيه بابي سلوفان. دابا تضاعف الحجم ديال الكلاص ديالنا.
والمكونات اللي غنزيد دابا اختيار، يعني بالتي اللي بغيتي. انا زدت هنايا كاوكاو مطحون ومحمر، وزدت الحبيبات ديال الشكلاط ديال الكوكيز. يعني هاد المكونات اللي كندير اختيارية، يمكن لك تزيدي نتي اللي بغيتي، داكشي عندك في الدار زيدي. يمكن لك تزيدي نسكافيه، اللوز، قرمش، ولا القشرة تحكي القشرة ديال الحامض، او البسكوي مهرس. وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان، من بعد كناخدو لاكريم ديالنا وكنخويوها في الاناء ديال الاينوكس. وكنحاولوا نقادوها مزيان في الإناء. وكنغطيو من الفوق بالبابيي سيلوفان اللي عندنا. من بعد ما كنغطيو بالبابيي سيلوفان كنخشيو في الفريغو لمدة ليلة كاملة ولا نهار كامل، يعني المهم تيقصح تيجمد. من بعد ها هو الشكل ديالو ملي كيخرج من الفريغو، كيكون على هذا الشكل هذا. من بعد كنذوبو الشكلاط وكنديروه فوقه، حتى هو اختياري. بعد ما كنعمروه بالشكلاط بالشكل اللي بغينا،
كما قلت لكم اختياري كنخشيو في الفريكو باش يقصى في داك الشكلاط مده ديال ساعه بحال هكا تيقصى في الشكلاط وكنخرجو وكتكون هادي هي النتيجه. وصراحه كيجي لذيذ لذيذ بزاف وسريع ويعني راه كيطلع رخيص ماشي غالي وكيطلع مكونات كثيره وبالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وشكرا.